بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعزائي طلبة الوصف في السلسة الثانوي، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد، في لقاء جديد في أهم الفلاسفة والمناطق المقررين علينا في المنهج: فلسفة البيئة، البيوتيكا، أخلاق المهنة، تفلسف وعلاقته بالقيم، الاستدلال الاستنباطي والاستدلال الاستقرائي، ومعنى الاستنباط وتطبيقه في العلوم السورية، والتكامل ما بين الاستنباط والاستقراء والسبرانتيكا. الباب الأول اتكلمنا على ابن المنظور. ابن المنظور المعنى اللغوي بوأ، تبوأ، المكان الذي يسكن وينزل ويقيم فيه الإنسان. ابن عبد ربه أول ما تلاقي كلمة إطار أو محيط، معنى الإصلاح، كل ما يحب الإنسان. أرسطو اتكلم على مركزية الأرض، مهمة جدا، بتيجي في امتحانات كتير جدا، مرحلة تفسير وتوظيف. مركزية الأرض، أرض مهيئة بكل ما فيها خدمة الإنسان. لاوتسي بيمثل الفلسفة الطوية ورفض تدخل الإنسان في البيئة ودعا المساواة بين كافة الكائنات، مهم جدا لاوتسي، ورفض الإنسان يتميز عن غيره من الكائنات بحجة أنه الأقوى والأقوى. ولاوتسي بيتكلم الكل يعيش في تناغم وانسجام، الكل في الكل. علي بن رضوان، أمراض أو أوبئة، والبيئة بتأثر على أخلاق المصريين، ربط من السبب والنتيجة، مهم جدا جدا جدا. أهل الريف وأهل الصعيد بيمتازوا بالكرم حسن الضيافة، لأن البيئة دي كانت. ابن خلدون، أقاليم، قبائل، صنائع، حرف، مهن، سياسة، هواء، عمران، كل الحاجات دي كلها عبد الرحمن بن خلدون. بيتر سينجر، احترام حقوق الحيوان، تجارب المعملية، ده بيستفاد من الحيوان يبقى وجب علينا احترامها. مذهب المنفعة العامة بين تام ومل. توم ريجن بيتكلم في نقطة مهمة جدا، بيتكلم في عدم إيذاء الحيوانات. أرض ليوبولد، أخلاق الأرض. أرض ليوبولد بيتكلم على أخلاق الأرض وطلب اتساع مجال بحث الايكولوجي اللي يشمل اخلاق الارض. وارض ليبولد اتكلم في نقطه مهمه جدا، طلب بان يكون الانسان يحول من مستعمر وسيد الى عضو هادئ ومواطن عادي يحترم البيئه بكل ما فيها. ارنايس الايكولوجيا العميقه، ارنايس الايكولوجيا العميقه، احترام القيمه الذاتيه لكافه الكائنات بصرف النظر عن مدى الاستفادة منها. من بدء التمانية الايكولوجيا عميقة، مهمة جدا، حياة افضل لسعر سكان اقل، الثراء والتنوع، تغير ايديولوجي هانز يونس، ثروات الموارد الطبيعية والبشرية، واخلاق المسؤولية وحقوق الاجيال المقبلة، دانيال كلهان دعا الاجيال الحالية لاحترام حقوق الاجيال المقبلة. فان بوتر، باب التاني، بايوتيكا، قضايا المثيرة للجدل، القضايا الشديدة الحساسية على المستوى الأخلاقي والقانوني والفلسفي والسياسي. دانيال كالهان أسس مركز، مجلة، موسوعة، وكان يتبع اللجان الأخلاقية اللي نشرت الفكر البيوتيكي. هانز يونس ساهم في عالمية الفكر البيوتيكي، تكلم عن الطبع الشمولي وحذر من الأبحاث التي تجرى على البشر، مهمة جدا جدا جدا. جاكلين روس قالت البيوتيكا علم معياري مش علم وضعي، دراسة ما ينبغي أن يكون عليه السلوك الأخلاقي، التكنولوجيا الحيوية. ديفيد تروس، أخلاق العيادة، أخلاق البحث العلمي، أخلاق السياسة الصحية، تكلم عن أخلاق العيادة، ثلاث أطراف، طبيب، مريض، مجتمع، قرار طبي. أحمد زويل تكلم على الدي إن إيه، جينم بشري، مش مسؤول بس عن الصفات الجسمية ولكن مسؤول عن طريقة التفكير والذكاء والإجرام، حاجات كتيرة جدا. دكتور مصطفى محمود رفض الاستنساخ لأنه يتعارض مع حكمة الله سبحانه وتعالى. أفلاطون، تخصص تقسيم العمل، قسم إلى العبيد وقسم المجتمع اليوناني العبيد ومواطنين أحرار. أفلاطون عارض رجال اقتصاد اليوم، رجال اقتصاد المعاصرين، لنظر العمل كان أنه خدمة، رجال اقتصاد كان بينظروا أنه سلعة، لا يهتم بوفرة الإنتاج. أرسطو، نظام الرق والعبودية والتميز الطبيعي. الفارابي، التعاون والتكامل، المدينة الفاضلة، ما ننساش، مهم جدا جدا جدا. تمام. ابن خلدون بيتكلم
في نقطة مهمة جدا، بيتكلم في عدم الغش والاحتكار للبضائع. زي ما نيجي نتكلم مثلا على مهنة زي مهنة التجارة، وابن خلدون اتكلم برضه على الفلاحة، اتكلم على نجارة، اتكلم على حياكة الخياطة، واختص مهنة التجارة بشروط معينة، عدم الغش وعدم الاحتكار والربح القليل. آدم سميث، آدم سميث الثروة، رأس المالية، السوق الحر، النفع الذاتي، خلي بالك فكرة اليد الخفية. جورج هيجل الطبيعة، تحولات جت في امتحان الدور التاني ثانوية عامة، تحولات مهمة جدا. جورج هيجل، جورج هيجل اتكلم على العلاقات الاجتماعية. رويس تفلسف، تفلسف تفكير نقدي مهم جدا في الاختيارات. ديكارت والتفلسف والتفكير النقدي، وديكارت اتكلم على الفلاسفة الحقيقيين. بروتاغوراس قيم ذاتية نسبية، النفعي لازم اغش عشان امتحان صعب، لازم اسرق عشان مش معاه فلوس ونزله خير بالنسبة لشخص اخر شر، فمفيش معيار للقيم. سبينوزا القيمة والرغبة، ادرك قيمة التفوق والنجاح لذلك ارغب في المذاكرة والاجتهاد. توماس هوبز الشهوات والرغبات، شرب الخمر يشعرني بالسعادة فده يعتبر يجري على شهواته. ارسطو قيم موضوعية مطلقة ثابتة، برافو عليك. مهم العقل اللي يميز بين الخير والشر. افلاطون اتكلم على الفضيلة واحدة انت عدت اسمائها، شجاعة، تقوى، كل ده تحت مسميات الفضائل. ماكس شيلر، وماكس شيلر بيتكلم في فكرة القيم تكتشف لا تخترع، عشان تعرف فرق من العربية الصينية والعربية الألمانية لازم تشوف الحاجات دي كلها قدام عينيك. جورج مور القيم كامنة فعل نفسه الضمير المناطقة. فرانسيس بيكون عرض أرسطو واتكلم على الأوهام، أوهام الجنس البشري، أوهام الكهف، أوهام السوق، وأوهام المسرح. خلي بالك اتكلم عن منهج أو طريقة الاستبعاد مهمة جدا، والعيب الموجه لبيكون أنه أغفل فرض الفروض. جون ستيوارت ميل، جون ستيوارت ميل اتكلم على 5 طرق تجريبية لاختبار صحة الفروض مهمة جدا. أرخميديس الاستدلال التمثيلي أو مسألة استقرائية. راسفورد نيلز بور ممثلة استقرائية. بنجامين فرانكلين ممثلة استقرائية. أرخميدس قانون الطفو أو الإزاحة وحل مشكلة تاج الملك. راسفورد نيلز بور نظام الشمس والنظام الذري. بنجامين فرانكلين برق أحد أشكال الكهرباء. جابر بن حيان تجارب تدريبات فروض طبيعة كيمياء. حسن الهيثم جت في امتحان السنة اللي فاتت. طب منظار رياضة معادلات من الدرجة الرابعة. الضوء يأتي من الأجسام للعين وليس العكس. اتكلم على احصاء الرياضي، يعتبر الاستقراء منهج يقيني بدأ من جزء الكل، عمل بيانات رياضية حد ما وصل للقانون العام. شرح العين تشريحا كاملا او ما اخترع الكاميرا. باب التاني بيرتاند راسل المنطق والرياضة متداخلين. ارسطو المبادئ الغير مبرهنة. كارل هامبل كلم كارل هامبل على فكرة الجمع ما بين الاستنباط والاستقراء، اتكلم في التفسير والتنبؤ والوصف والتفسير السببي، وافتكر قصة الريديتير مهمة جدا. ويليام هيلو كلاب بيرنر الفكرة او الفرد اولا ثم بعد ذلك يأتي الملاحظة والتجربة عن طريق الحدس ولا شعور. ملاحظة الامبريكية مهمة جدا يتم اختبارها. سيبرانتيكا ليبنتز المنطق ثنائي القيم، منطق ثنائي القيم صادق كاذب طويل قصير، بس في منطق رتيب ممل وده مش مختصر، عشان ابحث عن كلمه زي اكتب كلمه كامله عشان كده عامل منطق غير رتيب بتاع جون ماكارسي. خلي بالك منطق غير رتيب بيقفز على نتائج مباشره، اكتب ميم من اول حرف. اتكلم برضو على جورج بول جبر المنطق، صيغه رمزيه عطف وصل. جون فين مصطلحات جبريه. جون ماكارسي المنطق غير رتيب. كواليسكي ولغه المحمول. وطبعا بنختم لوكا شيفتس المنطق المرئي متعدد القيم، ممتاز وجيد جدا جيد، واللي بيعارض لبنتز. ربنا معاكم، ربنا يوفقكم، شوفكم دايما في افضل حاجه. كل ما عليك ان انت تركز ان شاء الله باذن الله فلسفه علم النفس تجيب فيهم اعلى الدرجات. هذا ما امكن اراده تيسر اعداده وقدر الله لنا قوله.